بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور تامر عبد الحميد، عايزين نتكلم النهاردة عن الـ Hemodynamics of Pulmonary Stenosis والـ Hemodynamics of Pulmonary Rigor. نبدأ على بركة الله بالـ Pulmonary Stenosis. الـ Pulmonary Stenosis علشان نتكلم عنه، هو يعني ايه؟ يعني narrowing، ده الهارت اهو، ده الرايت سايد بتاع القلب، وده الليفت سايد بتاع الهارت، ده البلمونري فالف. الدم بيجي من الرايت سايد هنا علشان يعدي من خلال الترايكسبيد ومنه يطلع الى البلمونري فالف ثم البلمونري ارتري علشان يروح على اللنج، ويطلع للنج يحصل له اكسجينيشن وينزل الدم اكسجينيتد الى الليفت سايد ليفت اتريوم خلال الميترال فالف ثم الاورطه، وبعدين يروح على السيستمز. اثناء السيستول الدم هيسيب الرايت فينتريكل علشان يروح على ال بالمونري ارت مارا من خلال هذا البالمونري فالف. لو حصل ان في بالمونري ستينوزس في هذا المكان في هذا الفالف، ده يؤدي الى ان اثناء السيستول، المشكله هتبقى اثناء السيستول، هيبقى في ناروينج، ده يعمل نوع من انواع البريشر اوفرلود على الرايت فينتر، فده هيؤدي الى نقص الدم، نقص كميه الدم اللي هتقدر تطلع الى البلمونري ارتري، وبالتالي يبقى اللنج هيحصل لها اوليجيميا. واحنا عارفين ان لما يحصل لنج اوليجيميا ده بيعمل نقص في البلاد فلو بتاع اللنج، فده بيعمل انفكشن زي تي بي، بيقلل المناعه، نقص بلاد فلو، وطبعا ده يؤدي الى نقص الدم اللي هينزل على الليفت سايد، وبالتالي نقص الدم اللي هيطلع من الاورطه، يعني عندنا لو كاردياك اوتبوت. في الوقت نفسه الرايت فينتريكل ده ما هوش مبسوط من اللي حصل خالص، لانه اضطر يبذل مجهود كبير علشان يمرر الدم من خلال هذا او هذه الفتحه الضيقه جدا، فده طبعا عمل بريشر اوفرلود عليه، فاضطر الفنتريكل ده انه يبدا يضاعف من مجهوده. لما بدا الفنتريكل يضاعف من مجهوده دون ادى الى انه هيبدا يبقى في تعرض لبريشر اوفرلود، وبالتالي ده يؤدي الى هايبرتروفي اوف ذا رايت فنتريكل، يبقى يحصل رايت فنتريكولار هايبرتروفي. هذه الرايت فنتريكولار هايبرتروفي مع الوقت مع الوقت مع الوقت تفضل توصل الى رايت فنتريكولار فيلير. يبقى نلخص الهيموداينامكس بتاعت البلمونري ستينوزس في النقاط الاتيه، ان احنا عندنا بريشر اوفرلود على الرايت سايد اثناء السيستول، ده يؤدي الى رايت فنتريكولار هايبرتروفي وفي الاخر فيلير. الحاجه الثانيه نقص البلاد فلو اللي خارج من البلمونري، يعمل دايما اوليجيميا تاثر على اللنج على هيئه انفكشن وتي بي، وبعد شويه هنبدا ناثر على الكاردياك اوتبوت، يحصل له كاردياك اوتبوت على الليفت سايد.